بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وأن أعمال الإنسان تحصى عليه ثم يوفى أجر هذه الأعمال يوم القيامة، والإنسان يجازى بما قدم من أعمال، إن كانت خيرا عادت عليه بالخير في الآخرة، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب سبحانه وتعالى: يا عباد، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سواء كانت من خير أو كانت من شر، وربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ أعمال العباد، لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا وقاموا بإحصائها وقاموا بتسطيرها في هذه الدواوين التي تنشر على العباد يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى نقول أن الوزن يوم القيامة على مثاقيل الذر، أن الوزن يوم القيامة على مثاقيل الذر، كما قال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بالإحسان والفضل والإنعام في باب الطاعات والحسنات، أما في باب السيئات فيعاملنا ربنا سبحانه وتعالى بالعد، فجزاء السيئة سيئة مثلها، ولكن الحسنة بعشر أمثالها، وقد تتضاعف إلى أضعاف كثيرة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف كثيرة. يبقى نقول هذا الحد الأدنى للحسنة أنها تساوي عشر حسنات كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الإحسان من الرب المعبود سبحانه وتعالى، حتى نعرف ذلك الفضل الذي تفضل به علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا فضل الله عز وجل على عباده، أن الحسنة بعشر أمثالها وتتضاعف إلى أضعاف كثيرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فربنا سبحانه وتعالى
يبين لنا هذه المنزلة الرفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى هذه الأمم الرسل الذين بلغوا رسالات الله تبارك وتعالى، وقاموا وأنذروا قومهم من عذاب ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكل رسول شهيد على أمته، ونقول أن هذه الأمة اختصها ربنا سبحانه وتعالى بالشهادة على الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو شهيد على الجميع كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وكما أيضا مر في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة وأن تكون شهيدة على الأمم السابقة، وأن كل نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف مع أمتي عند رب سبحانه وتعالى ويقول أنه قد بلغ هذه الرسالة إلى قومه وينكرون ذلك، فتأتي هذه الأمة لتشهد لهذا الرسول أنه أدى وبلغ ذلك البلاغ المبين، ولكن لنكون شهداء على الناس. ونقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الجميع، ونقول هذه منزلة رفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قلنا هذه الأمة هتشهد لجميع الأنبياء والمرسلين أنهم بلغوا هذه الرسالات التي أرسلهم بها ربنا سبحانه وتعالى. عندما ينكر القوم أن هذا الرسول ما بلغ، وبالتالي يأتي بالشهادة، أو تأتي هذه الأمة لتشهد لهذا النبي أنه قد بلغ هذه الرسالة إلى قوم. يومئذ هذا اليوم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن حال الكافر وعن الأمنية التي يتمناه الكافر عندما يعين هذه الأهوال يوم القيامة. الكافر عندها يقول: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. قلنا من شدة الأهوال التي يراها في يوم القيامة، في يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يبقى ما كانوا شيئا مذكورا. يبقى نقول أن الكافر لما يعاين، وهذا المجرم عندما يعاين أهوال يوم القيامة يتمنى لو لم يكن شيئا مذكورا، لو لم يكن نقول يا ليتني كنت ترابا كما قال وكما بينا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا في هذه اللحظات بيظهر الندم والتأسف والحسرة، ولكن حيث لا ينفع ذلك الندم أو التأسف والحسرة. قلنا الندم والحسرة والتأسف حيصلح عندما يكون الإنسان في الدنيا ما زال في حال السعة والعافية، وبالتالي يندم على ما مضى من أحواله ويصحح ذلك المسار. لكن نقول في الآخرة: قضي الأمر وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى نقول يبقى الندم لا ينتفع به الإنسان عن ذلك، لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ده في اللحظة طبعا عند المعاينة. يبقى نقول يتمنى لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون. ولكن هيات قلنا قضي الأمر كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وأنذروا يوم الحسرة إذ قضي الأمر، تم الفصل بين العباد وانقسم الناس إلى فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. وبالتالي لما يظهر الندم يبقى نقول حيث لا ينفع، لكن ممكن الإنسان في الدنيا يندم على فعل المخالفات، على ترك الطاعات، وبالتالي على ذلك ندعو إلى التوبة إلى رب سبحانه وتعالى والإنابة، وأن يتبع ذلك الحق الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. وربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب سبحانه وتعالى المتطهرين، وبالتالي حيصحح المسار. لكن عند المعاينة خلاص قضي الأمر، انتهى الأمر، فإن طلب أن يعود مرة ثانية فهيهات هيات، فقد قضي ذلك الأمر. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان
خذولا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قلنا ده الحال، يعني الأمنية اللي هم بيتمنوها عند ذلك هم أن يعودوا كما قالوا، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الأمنية اللي حيتمنى الإنسان عند الاحتضار، يبقى عند المعاينة، عند حيشاهد بقى مقعده من الجنة والنار، يبقى عند ذلك بيتمنى لو يمهل للحظة واحدة ليتمكن من فعل عمل من الأعمال الصالحة. ولذلك لما حث ربنا سبحانه وتعالى العباد على النفقة وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، خلاص لما يقضى الأمر يأتي الأجل، خلاص مفيش لحظة أبدا حيمهل بها ذلك الإنسان ليتمكن من فعل أعمال صالحة. نقول لك كانت الدنيا وكانت نقول انت كنت في سعة، يعني كنت في سعة، ولكن لما ضاق عليه الامر وعاين ما هذه الامور الغيبية فعلى ذلك يتمنى، ولكن نقول قضي الامر. وبالتالي الانسان لابد ان يعتبر لهذه اللحظات. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، قلنا من شدة اهوال يوم القيامة ومن شدة ذلك المطلع. وبالتالي الانسان لابد أن يعد العدة لمثل ذلك اليوم، لابد من إعداد العدة لمثل ذلك اليوم. إحنا لابد أن احنا نعيش بهذا التصور، يبقى نرى الأسف والندم والحسرة على ما مضى، ولكن قلنا أن هذا الندم لا ينفع. قضي الأمر، انتهى، تم الفصل ما بين العباد، ونقول أن الغيب أصبح شهادة، فعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا يكتمون الله حديثا. نقول ما فيش حاجة أبدا من هذه الأمور التي يفعلها الإنسان حتغيب، مفيش حاجة بتغيب عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية، لا تخفى سبحانه وتعالى عنه خافية، وبالتالي ولا يكتمون الله حديثا. هنجد مفيش حاجة أبدا من أفعال العبد حتغيب، سواء كان من خير أو كان من شر، ده بالإضافة إلى إقامة الشهود من نفس الإنسان. يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى هيجعل هذه الشهود، أعضاء الإنسان تنطق في مثل ذلك الموقف. يبقى مش هنقول شهود خارج عن الإنسان، دي شهود من الإنسان، أعضاء الإنسان هي التي تقوم بالشهادة على ما فعل وعلى ما قدم من أعمال أو تكلم من أقوال، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. انظر بقى إلى الشهود اللي هتشهد على الإنسان. يبقى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، بأعمالنا. يبقى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الإنسان بيحتاج أنه يقف مع هذه الآيات، والواحد ينظر إلى يديه، ينظر إلى جلده، ينظر إلى أقدامه. يبقى كل دي هتشهد عليها، دي أعضائي، يا ترى نقول لو قامت الآن وشهدت علي بما تشهد هذه اليد، بما يشهد ذلك الجلد، بما تشهد هذه الرجل، قلنا ما هتشهد يوم القيامة، هي نفس اليد هي هتشهد عليها يوم القيامة، هي نفس الجلد هيشهد عليها يوم القيامة. وبالتالي الإنسان بيغفل، وبالتالي ربنا سبحانه
سبحانه وتعالى كما بيّن لنا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قلنا لما كان بيفعل المعصية بيطرى أنه كان يخفي هذه المعصية على أعضاء أبدا، يعني بس هو ما كانش يظن أن الأعضاء دي هتشهد عليه، لكن هو ظنه الفاسد أن الله تبارك وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعمل. نقول أنه ظن أنه يغيب عن رب سبحانه وتعالى، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مستوى على عرش فوق سماوات بأم من خلقه ويعلم ما أنتم عليه. يبقى نقول المشاهد دي ما ينبغي أن تغيب عن الإنسان. لذلك كما تكلمنا في بداية السورة إن الله كان عليكم رقيبا، استحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى لنا. ده بالإضافة نقول أعضائي، يبقى أعضائي هتشهد كده، الأرض هتشهد كما في سورة الزلزلة، يبقى الأعضاء دي هتشهد. نعم، يبقى نقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يبقى بأعمالنا، يبقى ده هتشهد علينا بالأعمال. هنقول اللسان هيشهد، اليد هتشهد، الرجل هتشهد بما كنا نعمل. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ما بيجيش في عقل كده أنه يخفي هذه المعصية على أعضائي، لكن هو لا يستتر عن الأعضاء عند فعل المعصية أو المخالفة أو عندما يقصر في الطاعة. إحنا نخفي الأمر ده على ده، إحنا مش بننتبه إلى هذا الأمر. المعنى ده نقول لا ننتبه إليه أبدا، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قف يعني مع هذا المقطع من كتاب ربك سبحانه وتعالى، انظر كده وانظر إلى أعضائك، وإن أعضائي دي هتشهد علي، يا ترى تشهد علي بإيه؟ يا ترى أصابعي دي هتشهد إن أنا كنت أقلب بها المصحف، ولا كنا نقلب بها يعني أشياء أخرى مما حرم ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى قبضنا بهذه اليد على المصحف، ولا قبضنا على أشياء حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ وهكذا هنجد إن اليد دي هتشهد هذه اليد. قلنا ممكن الإنسان يكون اكتسب هذا المال الحلال ثم أنفق ذلك المال، إذا أنفق المال يقول يقوم بإنفاق بيديه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: السبع الذين يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل أنفق بيمينه إنه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت اليمين. أنفق غير اللي هو أخذ مال حرام، قبض رشوة أو غصب أو نوبة أو غير ذلك. يبقى على ذلك اليد تشهد لده إنه أنفق ذلك المال الذي كان من كسب طيب أنفقه في سبيل الله. وده أساسا نقول كانت سرقة أو غصب أو نوبة أو كانت رشوة أو كان عبارة عن قمار أو غير ذلك، يبقى تشهد اليد بذلك الأمر. وبالتالي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يبقى جلدي ده هيشهد باللي أنا بعمله، نقول اليد هتشهد باللي احنا عملناه، الرجل هتشهد بما نعمل، الأذن هتشهد بما استمعنا إليه، اللسان يشهد بما تكلم به. كل دي أعضائي هي اللي هتشهد علي. وبالتالي بنفعل مخالفة نقصر في الطاعة ولا نستتر عن هذه الأعضاء، وهي في الحقيقة شهود على الإنسان، هي شهود. وبالتالي الواحد لما يجي يفعل الأمر يبقى اليد قبل ما نفعل كده، إن كان أمر من أمور اللي هي هتستعمل فيها اليد، يا ترى اليد تشهد لنا بإيه؟ قلنا هذه الأقدام هتشهد لنا بإيه؟ يا ترى دي الأقدام حملت هذا البدن وكان بيسعى إلى المساجد، يسعى إلى صلاة الأرحام، يسعى نقول إلى فعل الطاعات والعبادات والخيرات، ولا كانت الأرجل دي بتحمل ذلك البدن وتسير إلى حيث المخالفة والمعصية؟ يبقى ولا يكتبون الله حديثا، ما فيش حاجة تخفى على الإنسان، ما فيش حاجة تخفى من هذا الإنسان على رب سبحانه وتعالى. العبد حيجازى بما قدم من أعمال، وأن أعضاء الإنسان هتشهد على الإنسان، أعضاؤك سوف تشهد عليك إما بالخير وإما بغير ذلك، على حسب بقى نقول يعني الأعمال التي شهدت عليها هذه الأعضاء. ولا يكتمون الله حديثا، ثم تأتي بعد ذلك الآيات في هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمن. وكما بينا قبل ذلك عندما بنستمع إلى النداء يا أيها الذين أمنوا، يبقى الإنسان بيهيأ تماما وأقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ويبقى مهيأ داخليا كده إن أنا أستمع للخطاب الذي يرد بعد هذا النداء. يبقى كن من هذه الطائفة، إن لم تكن منها فنتشبه بأهل الصلاح والخير. يبقى إن لم نكن مؤمنين نتشبه بأهل الصلاح
والخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما يقول: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول إن لم نصل إلى درجة الإيمان، ولكن نتشبب بأهل الخير والصلاح وأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده نداء، يبقى أقول هذا نداء بينادي به ربنا سبحانه وتعالى علينا، يبقى بينادي به علينا، يبقى أكون من أهل النداء. يا أيها الذين آمنوا، يبقى لبيك ربي وسعدي والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك، وبالتالي وأهل تمام كل جوارحي كل أركاني، يبقى لابد أن تكون مهيئة لكي تستمع وتنصت إلى الخطاب الذي يرد بعد ذلك. هذا خطاب يختص به، يبقى لما نقرأ كده يبقى الخطاب ده موجه إلي أنا، يختص به ذلك النداء. يا أيها الذين آمنوا، ما هو المطلوب؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. احنا دايما لما بنيجي، يبقى هذه الآية معلوم ان الخمر حرمت بالتدريج، يبقى الخمر كده حرمت بالتدريج. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى يسألونك عن الخمر الميسر، قل فيهما اسم كبير ونفع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. يبقى نقول على ذلك الآية لم تتكلم عن حرمة الخمر، ولكن نقول ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الخمر والميسر فيهما منافع للناس وفيهما آثام، ولكن اسمهما أكبر من نفعهما. ودائما كده في الشرع نقول أن الحكم للغالب، أن الحكم للغالب. زي الجلالة، الجلالة أكثر أكلها النجاسات، لما كان أكثر أكلها النجاسات أصبحت جلالة، يبقى لا يجوز أن احنا ننتفع لا بلبنها ولا نقوم بركوبها ولا ننتفع لحمها ولا أي شيء، لغاية لما نقول نغير المرعى، يعني نمسكها ثم نقدم لها الطعام الطيب الطاهر، قلنا حتى يزال عنها ذلك الحكم. يبقى لا نقول أصلها أنعام يعني حلال، يبقى نقول دي شياء أو غير ذلك، لكن لما كان أكثر طعامها النجاسة فالحكم فيها دايما للغالب، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم رجم وأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإمام التي تليها، فقالت يعني إحدى أمهات المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يبقى نقول فينا صالحة؟ نعم، ولكن كثر الخبث فحيعم الجميع العقاب، ثم يبعثون على نيتهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الجلالة دي أكثر طعامها النجاسة، في طعام منه طاهر، في طعام اللي بتاكله طاهر، لكن أكثر على فيها النجاسة، وبالتالي يبقى دي أصبحت جلالة، يبقى لا يجوز أن احنا ننتفع بها حتى نقوم بحبسها ثم تقديم الطعام الطاهر لها. نقول حتى يعني بعد فترة بنبدأ نطعمها، تعود بقى نحل مرة ثانية. فأيضا نقول أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر كده: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. الاسم أكبر من النفع، يبقى دايما نقول كده الحكم للغالب، يبقى حكم نقول غالب استعمال الناس لهذا الأمر، يبقى أمر يكون حلال، لكن غالب استعمال الناس يستعملون ذلك الأمر في الحرام، يبقى نقول التحريم يكون بذلك الأمر. نقول بعد ذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى في فطرة يمتنعون عن شرب الخمر فيها وهو حال الصلاة. طبعا الأمر ده بيحتاج إلى فطرة تكون سابقة لميقات الصلاة، قلنا حتى تكون الإفاقة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قلنا عشان في ما يبقاش نقول بيهذي الإنسان ويتكلم بكلام غير مفهوم، وقد يتكلم بكلام كفري، وقد يدعو على نفسه نقول بالهلاك والدمار، يبقى على ذلك يكون واعي مدرك لما يتكلم به، يبقى مدرك. والأصل كده سلم يتكلم بكلمة يبقى مدرك لهذا الكلام، يعني مدرك. قلنا خاصة لما نجي نتكلم أو نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى لا يصلح إن إحنا
نقرأ ونمر على الآية ثم نأتي إلى الثانية ونحن لم نفهم الآية، لم نفهم، نقول لا ما هكذا يعامل القرآن، ما هكذا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا بد من الوعي والإدراك، قلنا خاصة عند قراءة القرآن أو عند الاستماع إلى آيات الرحمن. يبقى مش عبارة كده الإمام بيقرأ، هو بيقرأ بجانب الآيات لأن الصلاة تصح لقراءة الفاتحة ثم مقطع من الآيات، وبالتالي يبقى ده الكلام الفقهي. لكن إحنا حلنا إيه مع القرآن ده؟ حلنا إيه مع القرآن اللي إحنا استمعنا إليه في قراءة الإمام أو اللي إحنا قرأناه أو اللي إحنا استمعنا إليه بصفة عامة؟ يبقى نقول على ذلك إيه حلنا؟ يبقى إحنا بنسمع القرآن وبنتدبر ونقف على المعاني، قلنا لأن منطلق عمل الإنسان يكون من خلال هذه المعاني التي نقف عليها من تلاوتنا لكلام الله عز وجل أو من استماعنا لآيات الرحمن. فالمطلوب أن احنا نعي ويبقى الواحد مدرك للكلام، لا يصلح أبدا الإنسان كده يتكلم بكلام هو غير مدرك لهذا الكلام أو لا يعقل هذا الكلام. وبالتالي يبقى احنا بنستمع لآيات يبقى بنفهم ايه الآيات دي بتتكلم عن ايه، بنقرأ يبقى بنفهم ايه اللي احنا بنقرأه. المطلوب كده الفهم، المطلوب الفهم والمطلوب إدراك المعاني التي اشتملت عليها تلك الآيات. وبالتالي يبقى كان في حال الخمر نقول بيذهب العقل، لأن الخمر معاها يذهب الحق العقل ويضعف ذلك الإدراك. يبقى حتى لو لم يذهب العقل نقول لكن هيضعف إدراك الإنسان. وبالتالي المطلوب يبقى لابد أن يكون على وعي تام كامل كده وإحنا بنسمع القرآن. يبقى لما باجي أصلي باجي هنفتح المصحف نقرأ، هنقرأ مثلا بعض معاني من معاني التفسير للآيات، يبقى أنا مدرك إدراكي كده أشعر أنه إدراكي كامل، أتينا بوعي كامل بوعي تام. يبقى بنقرأ ما فيش أي شاغل يشغل الإنسان عن تدبر هذه الآيات، لأن إحنا مش بنقرأ كلام كده ملوش معنى أو نستمع الكلام ملوش معنى، ده إحنا بنسمع لآيات الرحمن لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يعني لابد أن إحنا نحن نستمع إلى كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، نستمع إلى آيات الرحمن. إدراك العبد نقول وعيه لابد أن يكون كاملا تما. يبقى نقول ما فيش أي شاغل يعرقل فهم الإنسان أو يحول بين الإنسان وبين فهم هذه الآيات، وأن الآن منطلق عملي هيبقى على حسب ما فهمناه من هذه الآيات. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى دي كانت الآية. يبقى نقول أن اقتطع بعض الوقت كده بحيث أنهم ما يشربوش في الخمر، وطبعا الوقت ده محتاج أن وقت قبل ذلك الوقت قلنا عشان تبقى الإفاقة، مش هيجي عند الصلاة يترك الخمر، ما هو العقل إيه ذاهب، العقل نقول يبقى فيه ضعف في الإدراك، يبقى قبلها بمدة كده بحيث أنه هو يبقى لما يأتي للصلاة كان إدراكه إدراك كامل، كان عنده وعي تام لكي يفهم من خلال هذه الآيات. يبقى نقول هذه كانت السورة لغاية لما نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكانت آية تحريم الخمر تماما بس نزلت بالتدرج، نزلت بالتدرج. قلنا وبالتالي كانت البيئة دي بيئة هي تتعامل الخمر عندهم كالماء عندنا، يبقى الخمر عندهم كالماء عندنا. يبقى ده زي ما احنا لا غنى لنا عن الماء هما كان لا غنى لهم عن الخمر، فبدأ التدرج في التشريع لغاية لما استقر الحكم، والحكم دلوقتي الآن استقر فنسخت الآيات السابقة. وبالتالي يبقى الحكم ده حكم استقر الحكم بتحريم الخمر، ما نجيش نقول والله احنا نتعامل معاه بالتدرج، ده التدرج كان للبيئة وكان يتناسب مع المواقف والأحداث، وبعد ذلك نقول استقر ذلك الحكم بتحريم الخمر. ولكن اللي احنا المفهوم اللي نفهمه يا أيها الذين ما نقولش بقى الآية دي منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، وبالتالي لا نستفيد، لا ده احنا بنستفيد ان احنا مهم جدا ان احنا لما نيجي نقرأ او نستمع ان احنا نفهم اللي احنا بنقرأه او نفهم معنى الآيات اللي احنا بنستمع اليها، مش عبارة عن آيات كده نظم مرصوص يبقى الإمام بيقرأه او احنا بنقرأه في القرآن ودون المعاني. كما بينا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا الطريقة التي نقرأ بها القرآن، فإن قرأ الإنسان بغير هذه الطريقة فهو غير قارئ للقرآن، حتى لو كان عرفيا نقول قارئ للقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لازم حضور القلب، لا يبد أن حضور القلب، لا بد من الإدراك، الوقوف على المعاني، فهم المعاني. يبقى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ دي نقول دي الطريقة المعتمدة في قراءة القرآن، يعني هذه الطريقة المعتمدة في قراءة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته،
لأن المطلوب إن احنا نتبع يعني ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ده المطلوب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. المطلوب إن احنا نتبع، احنا نتبع ايه؟ نتبع نصوص القرآن. هنتبعها من غير فهم ازاي؟ يبقى لابد إن احنا نفهم. وبالتالي البعض كما نقول بيظن ان التدبر القرآن هيبقى عرقلة لانه مش هيقدر يقرأ القرآن. نقول لا، ده الاصل في قراءته كده، الاصل في قراءة القرآن نحن نقرأه بتدبر، استذكروا القرآن وتعاهدوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا دايما كده بنستمع لهذه الرواية: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نقول المدارسة للقرآن، استذكار القرآن، قلنا ده مش هيجي إلا بفهم المعاني، يبقى لازم نقف على المعاني، لأن أنا لما هنحاسب يوم القيامة عند ربي سبحانه وتعالى هنحاسب بناء على هذه الآيات، والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حافظ القرآن، ونقول بيقرأ القرآن لينا رتبا، ولكن القرآن حجة عليه مش حجة ليه، لأنه لم يعمل بمدلول الآيات، مع أنه متين في الحفظ، يعني متين في الحفظ، وقلما نراه يخطئ. وبالتالي نقول يقرأ القرآن لينا رتبا، لكن نقول هذا القرآن حجة عليه لأنه لم يعمل بالأحكام، وده المقصد منها، يعني ده المقصد أن احنا نعمل بأحكام الرب سبحانه وتعالى. فإحنا مش بنفوت آية ونأتي للأخرى عشان انتهينا من آية من 10 آيات، انتهينا من الصورة، لا، ده احنا بنفوتش بنجزش آية للأخرى إلا بعد ما احنا بننظر كده الآية دي استقرت ازاي المعنى عندي وإيه المفهوم وكيفية التطبيق. احنا ذكرنا قبل ذلك ان كل آية عندنا لها 3 خانات كده، الخانة هذه الحفظ اهو او الالفاظ، وهذه المعنى، وهذه العمل. مش هننتقل بقى، يبقى السطر الثاني اللي هننتقل او الآية الثانية، يبقى ننتقل بعد العمل بالآية الاولى، ده الحال اهو. يبقى المطلوب احنا قرأنا: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية اهو، يبقى المعنى بتاعها ايه؟ ايه المعنى المستفاد؟ يبقى نقول ما المعنى المستفاد، ان احنا لما نيجي للصلاة ما يبقاش في اي شغل شاغل يشغل الانسان عن فهم او ادراك المعاني التي نستمع إليها من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. فهمنا المعاني، يبقى المعنى بتاعها إيه؟ إن إحنا ندرك ما نقرأه، ندرك ما لماذا؟ قلنا يبقى ده أساسا عشان نشوف العمل أطبق الكلام ده إزاي في واقع حياتي. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يبقى الآية دي أدي قرناها، نقول الآية دي معناها إيه؟ معناها حرمة أن تسخر من الآخرين، حرمة الاستهزاء أو الانتقاص من الآخرين. يبقى أصبح ده دلوقتي ده سلوك عندي، ما ينفعش إن إحنا ننتقص من الآخرين، ما ينفعش إن إحنا يعني نستهزأ بالآخرين أو نستهين بعباد الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش إن إحنا نستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى، خلاص أصبح ده سلوك، يبقى أنا بحدث نفسي بهذا السلوك، وهذا السلوك لابد إن أنا أشمل عليه. يبقى هذا العمل بالآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يبقى الآية دي بتكلمني إياك وظن السوء بالناس، وإياك والتجسس وتتبع العورات، والآية تكلمني إياك والغيبة، إياك والغيبة. يبقى ده خلاص سلوك عندي، يبقى نقول حرمة الغيبة، يبقى لا أذكر الآخرين، يبقى نقول عند ذلك يبقى لا أذكر الآخرين، إن ذكرناهم لا نذكرهم إلا بخير، ولكن لا نذكرهم بسوء أبدا، وكذلك نتكلم، يبقى إحنا بنسد الباب ده، وكذلك إياك وتتبع العورات، يبقى لا أتجسس، وكذلك لا أترك الفرصة لنفسي لكي أسيء الظن بالآخرين. ما تروحش الفرصة، إحنا عندنا أعمال كثيرة جدا، تنشغلش بهذا الأمر، نغلق هذه الأبواب. يبقى دي أبواب أنا بنغلقها على نفسي، قلنا لأن دي أبواب هتشغل الإنسان عن التقدم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى هنشغل، يبقى سيء الظن، فلان يكلم فلان وينظر إلي فأنا أظن أنهم بيتكلموا علي، وهكذا نقول الشيطان، الشيطان يزغ بيننا، ما ننساش أبدا قضية الشيطان، ما ننساش قضيته، وبالتالي الشيطان بيزغ بيننا، نعم الشيطان يسول لنا أشياء كثيرة، وبالتالي يدخل سوء الظن إلى القلب. فمع سوء الظن يبقى ممكن نذكر فلان بالسوء أو نغتابه، وممكن نحن نتجسس على أحواله، يبقى دي كل ده الحال، لا إحنا نغلق هذا الباب، يبقى دي سوء خلق، يبقى لابد من غلق ذلك الباب. يبقى من حسن الخلق هو أن نترك هذه الأخلاقيات السيئة، ونقوم بنبذ هذه الأخلاقيات السيئة ونتبرأ منها، ويبقى ده حل الإنسان. الآية بنقرأها يبقى عرفت معناها، الآية أنا أطبقها في واقع حياتي.
يبقى يطبق الآية واقعا، يبقى فيه سلوكيات، إما دي سلوكيات أخلاقيات فاضلة مدحها ربنا سبحانه وتعالى يبقى أسعى أن أكون من أهلها، أو صفات مذمومة ذمها لنا ربنا سبحانه وتعالى لابد من التبرئة منها ولابد من إقصائها من واقع حياتنا. يبقى ده حال الإنسان، لا بد أن احنا نفهم ما نقرأ، نفهم ما نستمع إليه، ومش احنا بنفهم لغاية لما نقف عشان نقف على فهم الآيات أو معاني الآيات، ده احنا بنفهم معاني الآيات عشان أطبق هذا الأمر. لما بنطبق أنا أطبق تطبيقا صحيحا بناء على المفهوم الصحيح اللي احنا اكتسبناه من هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى المطلوب ان احنا نعلم، يبقى احنا مطلوب نتدبر، نعم، اي صلاة سواء كانت فريضة نافلة سواء كانت سرية او جهرية، اذا كنا احنا بنقرأ يبقى انا بفهم بنقرأ ايه وبفهم مدلول للآيات، لما بنسمع نسمع بهذه الصورة، لما بنقرأ كورد في كتاب الله تبارك وتعالى يبقى استحضار او استحضار القلب، ونقول غلق أي شاغل من الشواغل، غلق أي شاغل من الشواغل، قلنا حتى يكون الوعي وعيا كاملا تاما، ونستمع ونتدبر وبعد ذلك نوفق بعون الله سبحانه وتعالى إلى التطبيق. قال حتى تعلموا ما تقول، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة، يبقى نقول يبقى أماكن الصلاة المساجد، وكذلك لا يدخل الصلاة وغائب غائب الوعي أو غائب الإدراك. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يبقى لا نأتي إلى أماكن الصلاة المساجد والإنسان على جنابة إلا إن كان عابر سبيل، قلنا لأنه لن يصل إلى الماء إلا من هذا الطريق، يبقى نقول المطلوب رفع الجنابة، أصلا الجنابة ترفع باستعمال الماء إلا إن تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو لعذر قائم بالإنسان يمنع من استعمال الماء، فهيبقى التيمم ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن الله عز وجل شرع لنا التيمم. لكن نقول الجنوب لو لم يكن لن يصل إلى الماء إلا عن طريق نقول المرور بالمسجد، يبقى نقول يبقى عابر سبيل، يبقى بيمر عشان يأتي بالماء اللي هو يغتسل به ليرفع هذه الجنابة، فالله عز وجل أرخص لنا ذلك الأمر. ولا جنبا يبقى لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا المساجد لو كنتم جنبا إلا عابري سبيل، قلنا لأن ما لناش طريق نحظى عليه الماء إلا من هذا السبيل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، إما أن احنا مش واجدين الماء أو تعذر استعمال الماء، إنسان بيصاب كده بمرض جلدي وإن المعالج قال لا تستعمل الماء ولا تأتي بذلك الماء على جلدك، يبقى في الحالة دي عنده عذر، يبقى ده يتيمم حاله حال فاقد الماء، يبقى التيمم ده إما لفقدان الماء وإما لتعذر استعمال الماء مع وجوده، يبقى لكن ده ممنوع لأن نقول يعني مصاب بمرض جلدي وبالتالي منعه المعالج من استعمال الماء، أو به حروق، يبقى إنسان به حروق كده وما استعملش الماء، يبقى في الحالة دي بيتيمم حتى لو كان نقول يعني يسكن على شاطئ النهر لكن هو يتعذر استعمال الماء، فكان هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. ونقول ان الشريعة دي شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، يبقى نتخيل كده ان ما فيش بد الا استعمال الماء، يبقى نقول مضرة كبيرة جدا تلحق الانسان، تلحق الإنسان، لكن نقول نتيجة المشقة ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الأمر، فدي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. فلذلك إن كنتم مرضى أو على سفر، يبقى ممكن يكون مريض، يبقى مش كل مريض يعني أساسا هتيمم، لكن ده مريض يتعذر معاه استعمال الماء، يتعذر معاه استعمال، لكن لو وجد الماء ما هو الإنسان بيبقى مريض، نقول بيصاب ببعض الأمراض لكن لا تمنع من استعمال الماء،
لكن فيه مرض يمنع من استعمال ماء مع وجوده، يبقى ليس عنده القدرة عند ذلك، وده هيسقط بالعجز وعدم المقدرة. يبقى نقول هذا الواجب يسقط بالعجز وعدم المقدرة. إن كان مريض مرض يمنع من استعمال الماء أو على سفر، قلنا لأن ده الحال الغالب، مش أما أكون على سفر أنا أتيمم، لأن الحال الغالب أن المسافر يعني نقول لا يحمل معه إلا الماء الذي يحتاج إليه في الشرب، وبالتالي لو في الجنابة رفع الجنابة ضاع الماء، فقد يعني يتعرض عند ذلك للهلاك. يبقى على سفر، لأن ده الغالب أن المسافر نقول في غالب الأحوال ممكن يبقى فاقد الماء، فاقد الماء، لكن نقول هو مسافر ويسافر من بلدة إلى أخرى، من مدينة إلى أخرى، من مدينة مليانة ماء، فعلى ذلك نقول يبقى عشان ده مسافر يبقى في الحالة ده يتيمم حتى مع وجود الماء. لا، نقول في حالة عدم وجود الماء يبقى يتيمم، لأن غالب الأمر كما بينا أن المسافر بيحمل معه الزاد والماء الذي يحتاج إليه للطريق. فلو حدث الجنابة، لو استعمل ذلك الماء نقول على ذلك لا يضمن أن يكون هناك ماء، فنقول يتعرض للهلاك. فالشارع يعني أجاز له أن يحتفظ بذلك الماء للشرب وأنه يتيمم، يبقى ده في حالة عدم وجود الماء بالنسبة للمسافر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء صفة عامة فلم تجدوا ماء، يبقى الماء مش موجود أو تعذر استعمال الماء، فربنا سبحانه وتعالى يعني شرع لنا التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. ثم ذكر الله عز وجل فامسحوا وجوهكم وأيديكم، بيّن الله عز وجل يبقى طريقة التيمم، وإن طريقة التيمم في نقول الجنابة حالها كحال نقول فقدان الوضوء. يبقى لو كان في الجنابة، احنا عارفين طبعا في الماء استعمال الماء في الجنابة يبقى بيغتسل الإنسان، يعمم البدن بالماء بأكمله مع غلبة الظن ان الماء وصل الى كل اعضاء الإنسان، يبقى ده في الغسل. لكن في الوضوء غسل اعضاء مخصوصة، يبقى في الوضوء احنا في مغايرة ما بين الوضوء، يبقى نقول الحدث الأصغر والحدث الأكبر في مغايرة، يبقى في الماء كده في الحدث الأكبر سواء كان من حيض او نفاس او جنابة يبقى بيتم تعميم الجسد بالماء بأكمله مع غلبة الظن ان الماء وصل الى كل جزء في البدن، ده الغسل اهو. يبقى ده الرفع هذا المانع، الحدث الاكبر. الحدث الاصغر يبقى نقول هيتوضأ بيغسل اعضاء مخصوصة فقط، وبالتالي يبقى ده هنا رفع هذا الحدث الاصغر. بالنسبة للتيمم يبقى نقول الصورة يبقى نقول متشابهة سواء كان للحدث الاصغر او الاكبر. علي جنابة يبقى نقول على ذلك بيمسح الوجه واليدين، طب عليه نقول حدث أصغر وعايز يتوضأ يبقى على ذلك يمسح الوجه واليدين. يبقى نقول كيفية التيمم كيفية واحدة بالنسبة للغسل وكذلك بالنسبة للوضوء، غير نقول الماء بيبقى الكيفية مختلفة، الغسل نقول غير الوضوء. الوضوء في الوضوء غسل أعضاء مخصوصة هي بعض أعضاء الغسل أساسا، يبقى جزء من البدن، لكن بالنسبة للغسل البدن بأكمله نعممه بالماء يعني كما بينا. إن الله كان عفوا غفورا، إن الله سبحانه وتعالى كان عفوا غفورا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا التيمم، ولابد ان احنا نعرف ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى، وكيف ان الله سبحانه وتعالى بعفوه يعني يصل لنا هذه الامور، ولم توضع هذه الامه في حرج، ولم يشدد على هذه الامه كما شدد على الامم السابقه. يبقى تيسير الشريعه، يبقى الشريعه فيها مرونه، يبقى مرونه الشريعه نقول يسر الشريعه، يبقى هذه شريعه الرحمه، شريعه رفع الحرج، فالله عز وجل يصل لنا ذلك الامر. قلنا لو كان بقى الصوره في حال الحدث الاكبر او الاصغر يبقى استعمال الماء فقط، يبقى ممكن يوضع الانسان في حرج وفي شده ومشقه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا ذلك الامر. ان لم نجد الماء يبقى بنتيمم سواء كان للجنابه او لغيرها، نقول ان تعذر استعمال الماء يبقى بنتيمم اذا كان للجنابه او لغيرها، والكيفيه كيفيه واحده، يبقى ليس هناك مغايره بين الغسل والوضوء بالنسبه للتيمم. بالنسبه للتيمم بما كنا حدث اصغر وحدث اكبر نقول الكيفيه واحده بالنسبه
للتهم. وده من مما يسر الله عز وجل به علينا هذه الأمور. فربنا سبحانه وتعالى عفو ورفع عنا هذه الأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وربنا سبحانه وتعالى رفع عنا هذه المشقة ويسر لنا سبحانه وتعالى هذا الشرع وهذه الأحكام. ثم تأتي الآيات لكي تتكلم عن مسألة أهل الكتاب وكيف أنهم انحرفوا عن منهج ربهم، وفيه الإشارة أن احنا ننتبه أن هذه الأحكام، الأحكام دي للتطبيق، فإيانا أن نتعامل معها كما تعامل أهل الكتاب مع نصوص كتبهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر أن نتشبه بهؤلاء. قلنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم الكتب وكان المطلوب أن احنا يعملون من خلال النصوص، لكن غيروا وبدلوا وانحرفوا وتولوا وأعرضوا عن نصوص كتبهم وانحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. فالأحكام دي للتطبيق، يبقى كل الأحكام اللي احنا ذكرناها يبقى دي كلها أحكام للتطبيق، وأن نطبق هذه الأحكام في واقع حياتنا. فهي الأحكام المنظمة لعلاقة الإنسان بنفسه أو بربه أو بالآخرين. تأتي الآيات تتكلم عن أهل الكتاب وتحذر أن نتشبه بهؤلاء، فهؤلاء أولوا وانحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تحذير أن نفرق بين أحكام الرب سبحانه وتعالى، أن نعتمد بعض الأحكام في التطبيق والبعض الآخر لا نعتمدها في التطبيق، كما تكلمنا قبل ذلك في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. احذر من التفريق بين الأحكام. الأحكام، هذه الأحكام نزلت، هذه الشريعة نزلت للتطبيق، وهذه الشريعة كلها محل للتطبيق. ما فيش أساسا حكم الأحكام يعني يستعصى على الإنسان أن يقوم بتطبيقه أو محال التطبيق، يبقى دي أحكام كلها عشان نطبق هذه الأحكام في واقعاتنا. فلا تكونوا كأهل الكتاب، احذر ان احنا نكون من اهل الكتاب. ولذلك الايات الاولى الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ايضا ببغية هؤلاء. ماذا ارادوا منا؟ ارادوا منا ان نرد عن ذلك الحق وننحرف عن الحق الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم لكي ننحرف عن طريق ربنا المستقيم. يبقى ده بغيتهم. ما ننساش ابدا ما تعلمناه من سوره البقره ومن سوره آل عمران، ما هي بغيه الكفار؟ ما هي بغيتهم؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يبقى نقول بغيتهم ايه؟ في رد هذا الحق، ان نرد هذا الحق وان ننحرف عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. احنا بنذكر ببعض الآيات اللي كانت بتتكلم عن بغية هؤلاء عشان ما ننساش هنا نفس القضية. ويريدون أن تضلوا السبيل، إيه اللي هم طالبينه مننا؟ إيه اللي بغيتهم؟ إيه اللي هو مقصدهم في التعامل معنا؟ إن احنا نبتعد عن منهج ربنا سبحانه وتعالى زي ما هم ابتعدوا. نبتعد ازاي؟ يبقى نقول بالتبديل والتغيير، زي ما هم بدلوا وغيروا في منهج ربهم سبحانه وتعالى فانحرفوا، لانهم كانت امه لها كتاب وكانت حياتها قائمه على الكتاب، ولكن كانوا يسيرون في الطريق المستقيم بعد كده انحرفوا. انحرفوا ازاي؟
بالتغيير والتبديل. يبقى نقول إما أن هم غيروا في المعنى وإما أن هم غيروا في مبنى الكلمة. يبقى أن هم وما عصي الله إلا بالتأويل. دائما نتذكر كده، ما عصي الله إلا بالتأويل. عشان كده احنا بنقوله عشان نطبق لازم نقف على المدلول الصحيح، وبالتالي ده المدلول الصحيح المعتبر، يبقى نبدأ نطبق من خلاله. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. يبقى نقول كانوا يقدمون الدنيا على الآخرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يبقى ده حالهم. يبقى نقول دفع الهدى في مقابل الحصول على الضلالة، نقول ضحوا بالآخرة في مقابل الحصول على الدنيا. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا، هذه صورة بقى من صور تحريفهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.